معنا لمتابعة هذا الملف الأستاذ عريب الرنتاوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عريب يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن انعكاسات مباشرة للإدارة الديمقراطية الجديدة على الأردن كيف ستكون؟ يعني كما تعلمون العلاقة الأردنية الأمريكية علاقة عابرة للحزبين الرئيسيين، تعاقبت خلال سنوات وعقود إدارات ديمقراطية وجمهورية، وظلت العلاقة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة في تطور مستمر. من حيث المساعدات الاقتصادية والمالية، بلغت هذه المساعدات ذروتها في ظل إدارة ترامب، وقبلها مع إدارة باراك أوباما، وقبلها مع إدارة بوش وكلينتون وغيرهما من وغيرهم من القادة الأمريكيين. ظلت هذه العلاقة تتميز بطابعها الخاص والاستراتيجي المتميز، ولكن مع إدارة ترامب في الحقيقة نشأت مجموعة من التهديدات للأمن والمصالح الوطنية الأردنية العليا، في ضوء يعني التصور الأمريكي لعملية السلام لمستقبل القضية الفلسطينية وسبل حلها، ما عرف بصفقة القرن. صفقة القرن في مغزاها ودلالاتها الأعمق ظهرت استعدادا يمينيا أمريكيا عاليا للمقامرة والتفريط بمصالح الأردن لصالح اليمين الإسرائيلي في ثلاثة محاور أساسية: اللاجئين، الحدود، القدس. كانت المبادرة تحمل معاني تلحق ضررا جسيما بالمصالح والحسابات الأردنية، قتل فكرة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة. فتحت الباب رحبا أمام احتمالات حل القضية الفلسطينية في الأردن وعلى حسابه. إذن كنا أمام إدارة مستعدة بالمساومة على مصالح أساسية للأردن لإرضاء اليمين الإسرائيلي. دفع مسار التطبيع بهذا الشكل المهرول والمتهافت يعني من قبل بعض الدول العربية وبضغط من الولايات المتحدة أيضا ألحق ضررا بمكانة الأردن وأدواره التقليدية في الصراع العربي الإسرائيلي. لم يعد الأردن ممرا، ولم يعد بفر زون ومنطقة عازلة، ولم يعد يعني بعض الدول الخليجية بحاجة للأردن على هذا الصعيد. بدأت تسير رحلات جوية مباشرة وكثيفة من وإلى مطار بن غوريون والعواصم الخليجية، ثم أن الاتفاقات التطبيع التي رعاها بكل فخر واعتزاز دونالد ترامب استبدلت عمان بأبو ظبي كممر تاريخي إجباري إلزامي لمدينة القدس. لذلك معانا كثيرا بهذا المعنى من وجود إدارة ترامب، وأعتقد أنه من بين دول عربية تنفست الصعداء بسقوط هذه الإدارة ومجيء إدارة جو بايدن. العلاقات الثنائية ستتواصل، لا يعني ذلك أن التهديدات للأردن من الجانب الإسرائيلي قد توقفت، ولكن يمكن الحديث عن إرجاء الخطر الماحق الذي كان يتهدد، خطر وجودي كان يتهدد كيان الأردن وأمنه ووحدته وهويته واستقراره. وربما هذا التهديد الذي كنا موعودين فيه بالجملة سيأتينا في المستقبل بالمفرق، ولذلك الحذر واجب، والرهان على إدارة ترامب يجب أن يكون مضبوطا ومحدودا بمعايير وضوابط محددة، والاستعداد لمواجهة الأسوأ في قادمات الأيام يجب أن يظل قائما حتى وإن كان الخطر الماثل قد تراجع قليلا أو تراجع بضع سنوات بسبب سقوط إدارة ترامب اليمينية الشعبوية الإنجيلية العنصرية المتطرفة. ولكن في المقابل أستاذ عريب، هناك من يتحدث عن أنه تاريخيا الديمقراطيين كان ربما لهم بعض الأجندات للضغط على الأردن لإجراء بعض يعني الإصلاحات السياسية. هل يتخوف الأردن الآن من شيء كهذا القبيل؟ يعني هذا موضوع يشمل كل دول العالم. يعني دائما الحزب الديمقراطي يعني يضع ملف حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي ضمن أجندة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى في العالم. الأردن يمكن يكون أقل دولة عربية تخشى من هذا الملف، هناك دول عربية تخشى هذا الملف أكثر منا، يعني مصر تخشاه أكثر منا، السعودية، الإمارات، والخليج، تركيا على سبيل المثال. لكن نعم، ستكون الأجندة أجندة حقوق الإنسان، الإصلاح، التحول الديمقراطي.
تعطي مثلة على جدول أعمال الإدارة الديمقراطية، لكن الأردن عارف كيف يتعامل مع هذه الإدارات، وعارف كيف يتعامل مع إدارة أوباما مدة 8 أعوام في ذروة الربيع العربي، واستطاع في الحقيقة أن يتكيف مع المعطى الإقليمي والمعطى الدولي المحيط به، ولم يعاني كثيرا من هذا الملف. لا مجال للمقارنة بين خلاف أمريكي أردني محتمل حول ملف حقوق الإنسان بالخلاف الذي كان قائما مع إدارة ترامب حول الملف الفلسطيني وتشعباته المختلفة. الموضوعان متباينان ومتباينان نوعيا. نعم، لكن ربما يعني الأمر لا يقتصر على ملف حقوق الإنسان. هناك من يتحدث عن أنه هيلاري كلينتون في عام 2011 في ذروة حراك الشارع العربي تكلمت عن أنه آن الأوان لانتخاب رئيس وزراء أردني. هل يتخوف الأردن من هذه النقطة تحديدا، إجراء إصلاحات سياسية من هذا النوع؟ هذا مطلب الشعب الأردني، يعني من الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع؟ ولا أعتقد أن هذا سيكون على جدول الأعمال. يعني هذا أجواء 2011 غير أجواء 2021 عندما يتسلم ترامب بايدن الحكم في الولايات المتحدة. ولكن بفرض أن هذا الموضوع مطروح، ليس هذا مطلبا شعبيا أردنيا، لا نتحدث عن حكومات برلمانية منتخبة منذ سنوات طوال، ألا تحدثنا الحكومات المتعاقبة بالحكومة البرلمانية منذ أزيد 5 سنوات 7 سنوات في هذا المجال، ألا نطرح نعيد طرح هذا الموضوع عند كل انتخابات برلمانية في هذا المجال؟ لماذا نريد أن نربط هذا المطلب بمؤامرة أو بأجندة أمريكية؟ هذا مطلب الشعب الأردني أولا وقبل كل شيء، سيما بعد أن تكشفت الحكومات الأخيرة عن عجز مروع في إدارة الملفات السياسية الداخلية منها والخارجية إلى حد ما. نعم، أستاذ عريب الرنتاوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أنا. يعني ربما مشاهدينا بأنه ما يمكن أن يضاف أنه كان هناك تساؤل، لماذا كانت الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بالرغم من الحديث عن يعني تطورات الوضع الوبائي وارتفاع ذروة الأعداد إلى هذه المستويات من الأرقام اللي حققناها خلال الأيام الماضية؟ البعض حاول أن يربط بين ملف الانتخابات الرئاسية في أمريكا والانتخابات النيابية في الأردن، لكن هنا تحديدا يمكن أن نتكلم عن نقطة أساسية. ربما الأردن حاول أن يستبق مجيء أي إدارة أمريكية وتحديدا أن تكون ديمقراطية ليقول بأنه مؤسساتنا يعني مؤسساتنا البرلمانية والدستورية يعني راسخة والشعب قلق كلمته، واستبق أي توجهات للإدارة الديمقراطية الجديدة باختيار هذا البرلمان. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.